بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة التانية مع بعض من مادة الراديو ايزوتوب سكان، اللي هو الفحص باستخدام النظائر هنتكلم على تاني من ضمن الانديكيشن اللي احنا بنستخدم فيها الايزوتوب سكان، هي الانفلاميشن او الانفكشن. ايه الانديكيشن؟ واي حد عنده انفلاميشن او انفكشن نعمل له ايزوتوب سكان؟ لا طبعا. من ضمن الانديكيشن بتاعتنا واهم واحدة الفيفر اوف انون ايتيولوجي، عيان جالنا بقاله شهر 2 3، الحرارة بتاعته 40 38 والحرارة ما بتنزلش، عملنا كل فحوصات الدم مش لاقيين حاجة، الأشعة المقطعية مش لاقيين حاجة، فابتدينا عايزين ندور على السورس بتاع الانفكشن او انفلاميشن موجود، فيبقى ده انه مادة مشعة فهتتمركز في الحتة اللي فيها الابنورماليتيز. تاني حاجة عندنا localization of unknown source of sepsis، انا عندي تسمم بكتيري موجود في الدم وانا مش عارف المصدر بتاعه في ايه، فابتدي احقنه ايزوتوب سكان. تالت حاجه عندنا الكارديو فاسكولار انفيكشن، بسم الله الرحمن الرحيم، العدوى الميكروبيه او البكتيريه اللي بتيجي في الجهاز القلب الدموي، زي البروسيستك جرافت، الناس اللي احنا حاطين لهم صمام، الناس اللي عندهم ميكوتيك انيوريزم في اي شريان نتيجه التهاب عدوى بكتيريه، فدول عشان نحدد مكانهم فين بالظبط فبحن ايزوتوب سكان. بعد كده النقطه اللي بعديها ديفرنشيشن اوف انفيكشن عن التيومر، عايز افرق الحته اللي عندي فيها انفيكشن ولا تيومر، استخدم الايزوتوب. بتساعدني كمان في تشخيص البلمونري انفلاميشن، التهابات الرئه، البوست ابورتيف انفيكشن، احدد لو في انفيكشن بعد عمليه ولا لا، الساركويدوزس، التيوبركلوزس، الانترستيشن نيفرايتس، الانفلاماتوري باول ديزيز، كل دي انديكيشن للايزوتوب اللي بنستخدمها فور دايجنوزس اوف انفلاميشن او انفكشن. بعد كده عندنا الجاليوم، ماده الجاليوم دي احنا بنستخدمها في الفحص بتاع الانفلاميشن او الانفكشن. زي ما هي بيحصل لها اكيموليشن في المكان اللي فيه انفلاميشن، فهي كمان ممكن يحصل لها اكيموليشن في المكان اللي فيه تيومر، زي الليمفوما، البونكوجين الكارسينوما اللي بتيجي في الرئه، الهيباتوسيلو الكارسينوما اللي بتيجي في الكبد. وعندنا نوع منها اسمه انديوم اور تكنيشيوم ليبلد ليكوسايتوزس، يعني نوع من الجاليوم بيتحمل على الوايت بلاد سيلز، خلايا كرات الدم البيض. النورمال ديستريبيوشن بتاع الجاليوم، ان احنا لما احقن الجاليوم هلاقي اتركز طبيعي في ايه، نقول من اباوت 10 ل 25% اوف ذا انجكتد دوز از اكسكريتد باي ذا كيدني ديورنج ذا فيرست 24 اور افتر انجكشن. يبقى احنا لما نلاقي الجاليوم ظهر في منطقه الكيدني في اول 24 ساعه من الانجكشن، نعرف ان ده نورمال كونسنتريشن، تركيز طبيعي في مكان طبيعي. بعد كده افتر ذس تايم الروت اوف اكسكريشن از ذا جاسترو انتستينال تراكت، يعني هو في اول 24 ساعة الجاليوم هيخرج عن طريق الكلى، بعد ال 24 ساعة الجاليوم هيخرج عن طريق الجي اي سي، القناة الهضمية خصوصا الكولون، باي 48 بعد 48 ساعة من الانجكشن التريسر ريمين، هنلاقيه فاضل، المادة المشعة فاضلة موجودة في الليفر، السبلين، البون مارو، النيزوفارينكس، اللاكريمال جلاند، السايموس والبريست. يبقى عرفنا الاماكن والوقت اللي هتتركز فيه. البيشنت بريباريشن للجاليوم، اول حاجه عشان بنقول ان هو بيحصل له اكسكريشن عن طريق البول، فلازم البول دي يبقى متحضره كويس، اللي هي عاملين بول بريباريشن عن طريق ايه، ان العين يصوم، اديله اورال لاكستيف ملين او اعمل له انيما قبل ما ابتدي احقن الجاليوم او ادهوله. وكمان ممكن ادي حاجه زي البسكوبان، من الحاجات اللي بتقلل بردك حركة الجهاز الهضمي وبيديني نتائج احسن. طب هو انا ليه بعمل البول بريباريشن والكليرانس ده؟ علشان اقلل كمية الاشعة اللي هتبقى طالعة من الامعاء، فاقدر احدد الليجن اللي موجودة فين. التكنيك بتاعنا بنقول ان الجاليوم ستريت ده له فيزيكال هاف لايف بتاعته 78 ساعة، يبقى هو مدة حياته متوسط عمره في جسم الانسان قد ايه؟ 78 ساعة. الدوز للادلت من 4 ل 6 ملي سي اي. السينتوجرام جنتلي اوبتيند، باخد الصور امتى؟ في بعد 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة من الانجكشن للجاليوم. الفيو بتاعتي اللي بصورها بصور انتيريور وبوستيريور للهول بودي، لكل جسم.
ده النورمال ديستريبيوشن بتاعنا بتاع الجاليوم، وهو متحمل على الوايت بلاد سيلز، هتلاقيه متحمل على في الليفر، في الموجود في السبلين، موجود في السمول باول، موجود في الكولون في اوقات معينه بعد الفحص. بعد كده هنتكلم على البرين ساينتوجرام، هو بيتعمل دلوقتي مش بيتعمل بنفس الدرجه، لان خلاص الادفانسد سي تي والادفانسد ام ار اي ستادي حلت محل البرين ساينتوجرافي. ده شكل بيقول لنا ان البرين هنا عباره عن تو سيريبرال هيمسفير كبار، اللي هو الفص اليمين والفص الشمال، وبعدين عندي البوستيريور فوسه ورا اللي هي فيها السيريبيلا وفيها البرين ستيم، وبنقول ان احنا في عندنا رايت وفي ليفت، وبنقسمها لانتيريور وبوستيريور. طيب الريديو فارماسيوتيكال اللي عندي، في حاجات بتعدي البلاد برين بارير، الغشاء اللي بيغطي الاوعيه الدمويه وبيفصلها عن خلايا المخ، فيمنع انتقال الصبغات او انتقال الميكروبات، دي من رحمة ربنا. وفي حاجات بكروس الانتكت برين ايه بارير، الحاجات اللي هي نوت كروس الانتكت بلاد برين بارير زي التكنيشيوم دي تي بي اي والجلوكو هيباتون. فطالما الانتكت يبقى البرين بارير عندي نورمال، يبقى انا مش هعرف الحاجات دي مش هتعدي. التيومر سيكنج ايجنت، عندي حاجات التيومر بيحب يجذبها وياخدها زي الساليوم والتكنيشيوم سيستمي باي، يبقى لازم نعرف هنا ان انا عندي الحاجات اللي التيومر هياخدها في البرين، الساليوم اللي احنا استخدمناه قبل كده في الباراثايرويد جلاند والتكنيشيوم سيستا ام بي اي. طب في حاجات بتعدي كروس الانتكت برين باريوم، عندي التكنيشيوم 99 هيمباتا ماشي، والايودين 100 123. ليه؟ لان هو حاجه اسمها لايبو فيليك. يعني ايه لايبو فيليك؟ زي ماده دهنيه كده، فتقدر تعدي من الغشاء اللي بيحفظ المخ. يبقى كده، يبقى انا ايه اللي انا هستخدمه؟ هستخدم التكنيشيوم هيبتا هيمبترو سوري والايودين 131 لو انا احتاجته، انما التكنيشيوم دي تي بي اي والجلوكو هيباتوت ما ينفعش في حالات البرين، خصوصا لما يبقى عندي انتجرين بارير. التكنيك بتاعي هاخد الفحص بتاعي بحاجتين، لا اما دايناميك لا اما استاتيك. الدايناميك اللي هو ايه؟ بحقن وبصور في اوقات معينه. الاستاتيك ده ايه؟ الصور الثابته اللي هي معروفه بعد كده بالسبكت، ودي بقطعها بسلايدز معينه بسمك معين، وبيبقى عندي الجهاز ده زي تيوب كده وقدامها ديتكتور معين هو اللي بيستقبل منها الماده المشعه. طيب الديناميك بقول بحقن، انا بحقن 400 مللي جرام بوتاسيوم بيركلوريت علشان اقفل السليفر جلاند، فما يحصلهاش ما يحصلش الماده المشعه بتاعتي انها تتاخد بالسليفر جلاند. بعد كده بحقن 20 مللي سي اي من تكنيشيوم بيرتكنيت فولود باي الديناميك ايمج. يبقى انا اول حاجه عايزه اقفل السليفر جلاند علشان ما تاخدش الماده المشعه بتاعتي، فاحقن قد ايه؟ احقن 400 مللي جرام من البوتاسيوم بيركلوريت. بعد كده ابتدي احقن الماده المشعه بتاعتي اللي هي تركيزها قد ايه؟ 20 مللي سي اي من تكنيشيوم بيرتكنيتيت. طيب بعد كده هاخد الديناميك بتاعتي اللي انا باخد صوره كل ثانيتين، وبعد الصوره على طول اميديت، ما بستناش لما انا بخلص الفحص في الاخر، لا ده انا خدت الصوره ابتدي اخدها بقى اعمل لها بوست بروسيسنج للانتيريور واللاترال فيو اوف ذا سكال. الديليد ايمج بتاعتي بقى باخدها بقى، يعني انا بقطع البرين لمقاطع، كل بين كل مقطع ومقطع بقى بيبقى الوقت قد ايه؟ ثانيتين لحد ما اخلص خالص. بعد كده اخد ديليد ايمج، الديليد ايمج دي هتبقى امتى؟ ساعه ونص بعد الحقن انتيريور وبوستيريور وبوست لاترال فيو. الاستاتيك بلانر بتاعتي اللي هي ايه؟ الاسبكت. الاسبكت اللي هو عندي ايه؟ عندي مستقبلات وعندي الايه الجاما كاميرا، والمستقبلات بتاعتي اللي هي الديتكتور دي روتيتنج ديتكتور، دي الصوره اللي بتطلع لي نورمالي. مفيش حاجه عندي هنا اخدت الماده المشعه. ليه؟ لان البرين بارير انتكت وما عنديش ليجن. طيب لو عندي ليجن هتبتدي بقى ايه؟ تاخد الماده المشعه فتتبان لي عليه بوتاش سودا. التكنيشيوم هيمابو ده له رابط ديكومبوزيشن اوف ذا كومبوننت ان فيترو، يعني ايه؟ يعني بيتكسر بسرعه في الخلايا الحيه،
ويتحلل ليه هيدروفيك كومبوننت which will not cross the blood brain barrier. يعني احنا ليه مش بنستخدم التكنيشن هيمابو دول؟ ليه؟ لانه هو بيختزل في الخلايا الحية على طول لهيدروبك كومبوننت، يعني بيتكسر بسرعة فما يقدرش يعدي البلاد برير بارير. وهو علشان بيتحلل بسرعة او بيختزل بسرعة فلازم استخدمه في خلال 30 دقيقة من التحضير بتاعه. بحقن اي في 20 ملي سي اي دوز should be given. بحقن العيان بقد ايه؟ ب20 ملي سي اي. بحقنها فين؟ انترافينوس. العيان ده لازم وانا بحقنه اقول له لو سمحت خلي عينيك مفتوحة ما تقفلهاش، وودنك ما تحاولش تكتمها او تسدها. ليه؟ كون ان انا اخلي عين العيان مفتوحة فانا بزود تركيز البلد في البوستيريور فوسة والاوكسيبيتال لوب ل30% زيادة مقارنة بايه؟ ان العيان ده لو قفل عينيه. قفل عينيه معنى كده ان انا ابتديت انشط مراكز الابصار والسمع اللي هي موجودة في الفص الخلفي من المخ. انما لا، لما اسيبهم ثابتين فانا هزود الدم اللي واصل ليهم فالتركيز بتاع المادة المشعة هتزيد فيها. اي مادة فيها كافيين لازم اوقفها قبل الفحص ب24 ساعة، زي الشاي، القهوة، النسكافيه. الايمج may be taken and delayed، يعني باخد delayed image بعد ساعة لساعة ونص من الانجكشن. ليه؟ عشان امبروف الكليرنس بتاعها من البلاد بول اكتيفيتي. يبقى احنا اتفقنا ان انا باخد صورة كل دقيقتين وبعدين باخد delayed image بعد ساعة لساعة ونص. ليه باخد الديليد ايمج من ساعة لساعة ونص؟ عشان المادة المشعة بتكون خلاص حصل لها كليرنس، اتشالت من الدم اللي موجود في الجسم عندنا وابتدت تخرج لا اما عن طريق الكلى لا اما عن طريق الجي اي تي سيستم. ده النورمال بقى فيو بتاعنا. ادي البوستيريور فوسة المنورة ورا دي، ادي الاتنين سيربيلار هيمسفير، تمام. دي حاجة بتبين الاناتومي، البازل الارتري، المدلة، الانفيرور سيبيلر بدانكل، السيربيلر هيمسفير، الفيرمس، السيربيلر تونسل اللي قدام الفيرمس، الانترنال اوديتوري كانال بالنيرفات اللي ماشية فيها، تمام. ودي الصورة بتاعتنا في الديليد. لو لاحظتوا الصورة في الديليد ماشي، هنلاقي ان ابتدى التركيز بتاع الكونسنتريشن بتاع المادة المشعة اقل لان الكليرنس بتاعها من البلاد. بعد كده عندنا اللنج ساينتوجرافي، لسه بيستخدم لو احنا عايزين نشوف كفاءة اللنج قد ايه. يعني عيان مثلا عنده فايبروزس واحنا عايزين نشوف قد ايه من كمية اللنج لسه متبقية سليمة. عيان هنعمله ترانسبلانت هنزرع له رئه، فلازم اعرف الكفاءه بتاعتي قد ايه. اي عيان عايز اشيل فص، فاي حاجه عايز احدد فيها كفاءه الرئه بستخدم اللنج ساينتوجرافي. اللنج ساينتوجرافي عندي اول حاجه الفنتيليشن بيرفيوجن سكان. ايه هو الفنتيليشن بيرفيوجن سكان ده؟ ده فيسيولوجيكال ماب، خريطه فيسيولوجيه ايفالويتد ذا سيجمنتال برونكو الفيلار تري. بقيم بيها كل جزء من الحويصلات والشعب الهوائية، والفنتيليشن اند البالمونري فاسكولار برفيوجن. يبقى انا عايزة اشوف يعني ايه فنتيليشن برفيوجن بالعربي كده. فنتيليشن دي حاجة خاصة بالشعب الهوائية والحويصلات الهوائية. البرفيوجن دي حاجة خاصة بالاوعية الدموية اللي داخلة وخارجة من اللنج اللي احنا مسميها بالمونري فاسكولار برفيوجن. يبقى دي عشان ارسم خريطة فسيولوجية، فسيولوجيكال ماب تو ايفالويتد السيجمنتال برونكو الفيولار تري اند الفنتيليشن اند البالمونري فاسكولار برفيوجن. الانديكيشن بتاعتي اول حاجة سسبكتد ايه؟ لنج امبوليزم. لو انا شاكك ان في عندي امبوليزم، جلطة سادة الشريان الرئوي، فبعملها مونيتور البالمونري فانكشن اوف ذا لنج ترانسبلانت علشان اشوف الوظيفة بتاعت اللنج لو انا هعمل زرع رئة. بروفايد البري اوبرتيف استيميتد اوف لانج فانكشن ان كانسر لانج بريور تو نيومونكتومي. عايزه اشوف كفاءه اللانج قد ايه قبل ما اعمل عمليه عشان اشيل كانسر واخد لوب من اللانج.
اسيس الرايت تو ليفت شانت. احنا عندنا في الدوره الدمويه في حاجه اسمها رايت تو ليفت وفي حاجه اسمها ليفت تو رايت. يعني ايه رايت تو ليفت؟ ان الدم يبقى ماشي من الجزء اليمين للجزء الشمال، ودي حاجه بتبقى موجوده في الاطفال. طب بتستمر بعد الاطفال ما يتولدوا؟ لو استمرت بعد الاطفال ما يتولدوا بقى في عندي مشكله، ان بقى في ثقب في الاذين او البطين بيسمح بمرور الدم في الاتجاهين، فهذا هياثر على كفاءه الرئه. قبل ما اعمل الفحص بتاع اللانج سينتوجرافي ده لازم اعمل بلين اكس راي عشان اشوف الليجن بتاعتي موجوده فين، اللانج اخبارها ايه، فيها فايبروزس، في بلورال افيوجن، في اي باثولوجي تاني ممكن احدده ولا لا. الراديو فارماسيوتيكال ايجنت اللي انا هستخدمه للفنتيليشن عندي حاجه اسمها زينون 133، وده بنستنشقه، العيان بيستنشقه. زينون 127، عندي كريبتون 81، عندي تكنيشيم 99 ام اريزول. كل دي حاجات عن طريق الانشاء. واحنا الترم السنه اللي فاتت في الترم الثاني قلنا ان الماده المشعه لا اما احقنها عن طريق الدم، لا اما العيان بيشربها لو انا عايز اعمل حاجه في الجي اي تي، لا اما تبقى نقط للعيان لو انا عايز اشوف حاجه في اللاكريمال جلاند، لا اما بتبقى حاجه بتتشم عن طريق الانهاليشن لو انا عايز اشوف حاجه في اللنج. التكنيشن 99 مللي روزل، هنتكلم التكنيشن 99 ام روزل من اسمه كده، يعني حاجه بنستنشقها. بنحصل عليها ازاي؟ عندنا جهاز نبولايزر، النبولايزر ده هنحط فيه الماده المشعه وهنبتدي نشغله، فهيتحول لفاين ميست، تراب رقيق قوي قوي سهل اللي هو الايه الاستنشاء، زي البودره اللي بيستنشقوها البرفانات، الحاجات دي لانها سهل انها خفيفه وبتتحمل مع الهواء. التكنيشن 99 ام دي تي بي اي از ذا موست كومن يوز از از افيلابل اند انكسبنسيف. التكنيشن اللي عندنا اللي هنستخدمه اللي هو ايه الدبه اللي هو اختصار دي تي بي اي، ده ليه بنستخدمه؟ لانه سهل متاح افيلابل ومش غالي. 2 في من ل 10% اوف ذا ايروزال راديو ايزوتوب از ديبوزيت اون ذا لانج. من كل اللي احنا بنعمله ده قد ايه العيان هيستنشق وهو اللي هيترسب في قلب الرئه؟ من 2 ل 10%. يعني لو انا مثلا اديته 100 مللي جرام مذوب تكنيشن 99 دي تي بي اي هيترسب مثلا في اللنج 10 مللي. التكنيشن 99 ام دي تي بي اي ابسوربد اكروس الالفيولر ممبرين، والهاف لايف بتاعته قد ايه؟ 20 منت، يعني بيفضل في الرئه 20 منت وبعد كده يخرج مع النفس. طيب ده لو انا عايز اشوف الفنتيليشن اللي انا بقيم الحويصلات الهوائيه والبونكو فاسكولار سوري والبرونكيال تري. لو انا عايز بقى اشوف البرفيوجن اللي هو خاص بكميه الدم، هستخدم ايه؟ تكنيشيم ما، التكنيشيم ما اللي هو ام اي اي اللي هو ماكرو اجريجيشن البومين، محمل تكنيشيم محمل على ايه؟ على الالبومين، فاسمه اختصاره تكنيشيم ام اي اي اللي هو تكنيشيم ماكرو اجريجيشن البومين. الفنتيليشن سكان تكنيك بقى هنشوف التكنيك ازاي. اول حاجه البيشنت بتاعي انهيلد الاروزال ده بمعدل قد ايه؟ من 3 ل 5، سوري بيستنشقه لمده من 3 ل 5 دقائق، فين؟ في السوباين بوزيشن، بايه؟ بماسك. الماسك ده تايت فيكسد، مفيش حاجه هتسرب منه علشان افويد النورمال ايبكس تو بيز جرافيتي جريدينت. يعني ايه؟ العيان دلوقتي وهو نايم على ظهره الهواء بتاعنا هيبقى مرفوع لفوق في الايبكس. طيب انا عايز يستنشق لمده قد ايه؟ من 3 ل 5 دقائق في تايت فيس ماسك عشان اتاكد ان كل اللي العيان هيستنشقه يدخل اللنج، فيبقى عندي الايبكس بقى زي البيز. بحقن التركيز قد ايه؟ من 5 ل 10 مللي سي اي. بعد 5 دقائق العيان بيستنشق عادي، الهواء العادي بتاعه بيرجع يتنفس تاني. بعد وباخد في البوستيريور اكويبمنت ايمج از اوبتين ذات ريبريزنتد ذا ارييتد لانج فوليوم. يبقى انا بصور فين؟ في البوستيريور انتيريور فيو. نفس الفيو ده بستخدمه فين؟ في البرفيوجن. يعني الفيو بتاع الفنتيليشن والبرفيوجن واحد، اللي هو البوستيريور انتيريور. واللي هو انا بعمله ازاي؟ بعمله العيان نايم سوباين ويستنشق
المادة المشعة بتاعتي من 3 لـ5 دقايق بطاية ماسك. ليه؟ علشان اضمن ان كل المادة المشعة اتوزعت على اللنج سواء الايبكس او البيز وتفادى موضوع الجبهية الارضية. البرفيجن لونج سكان الكونسبت بتاعنا الاساس بتاعنا ايه؟ ان البارتكل لارجر ذان ذا بالمونري كابيلاريز اكتر من 8 يو ام تو بيكام لوجيد ان ذا بري كابيلاري ارتريول. يعني ايه؟ يعني انا معتمد على جزيئات، الجزيئات دي الحجم بتاعها اكبر من الشعيرات الدمويه اللي موجوده في اللنج عشان اضمن انها تترسب فين؟ في المساحة او السبيس اللي قبل الكابيلاري اللي احنا بنسميه بري كابيلاري ارتريول. thus reflecting a relative blood flow to pulmonary segment. فابتدي اقيم كمية الدم اللي راحة لي الحلصلات والشعب الهوائية. المادة اللي انا بستخدمها التكنيشيوم 99 ام اللي احنا قلنا محمل على ماكرو البومين. بيخرج من اللنج ازاي؟ ان هو بيتكسر بريكنج داون انتو اسمونر بارتكل بعد ما كان بارتكل كبير اتكسر لبارتكل صغير، وبعدين يدخل من بين الغشاء اللي بين الكابيلاري والالفيول عشان يخش الحويصلات الهوائية ويبتدي يخرج مع النفس او عن طريق الدم. الفسيولوجيكال هاف لايف بتاعته قد ايه؟ 6 ساعات. بحن قد ايه؟ من 3 لـ5 ملي سي اي. التكنيك بتاع البرفيوجن لانج بعمل ايه؟ السرنجة بتاعت اللي انا هحقنها في الدم لازم ارجها كويس جدا 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 علشان قلنا ان المركب بتاعه جزيئاته كبيره فما تبقاش الجزء الكبير مترصب تحت والسوائل فوق، فلازم ارج السرنجه بتاعتي كويس جدا جدا جدا. واقول للعيان ياخد نفس بالراحه خالص وهو في السوباين بوزيشن وهو نايم على ظهره، وابتدي احقن وهصور العيان في الابرايت وفي السوباين بوزيشن. هصور العيان وهو واقف وهو نايم باستخدام لارج فيلد اوف فيو وهاي ريزوليوشن جاما كاميرا immediately في البوست انجكشن. يعني بعد ما احقن العيان هبتدي اخد الصور بتاعتي في الصباين والاركت على جاما كاميرا الكولومينيشن بتاعه كبير وهاي ريزوليوشن عشان اغطي كل منطقة الشيست، وباخد 8 فيو اوبتين بصور انتيريور وبوستيريور ورايت وليفت لاترال، وبصور رايت وليفت انتيريور اوبليك ورايت وليفت بوستيريور اوبليك. ده النورمال فنتليشن برفيوجن اسكان. شايفين اللنج الاتنين واخدين زي بعض في كل الفيو في سيمتري فين في المادة المشعة. طيب بعد كده عندي البرفيوجن كاردياك سنتليشن المسح الذري للقلب، وده ما لحد دلوقتي موجود. في حاجة حلت محله؟ لا، مفيش حاجة حلت محله لحد دلوقتي. ايه هي دواعي الاستعمال بتاعته؟ الانديكيشن اول حاجة عندنا detecting the presence واللوكيشن والاكستند اوف coronary artery disease. يعني لو عندي حاجة في الشرايين التاجية هبتدي اقول هي موجودة ولا لا ومكانها فين وامتدادها لحد فين. evaluation الفسيولوجيكال سينتيفيكيشن والسيكولي اوف coronary artery stenosis. طب لو انا عندي ضيق هبتدي اقيم تاثير الضيق ده على العضله بتاع القلب ان انا اشوف الفسيولوجيكال فانكشن بتاعتها. ثالث حاجه مونيتورنج الايفكت اوف تريتمنت اوف coronary artery disease. هبتدي اقيم العلاج اللي انا عالجته في امراض الشرايين التاجيه، هل حصل ريفاسكولاريزيشن بالميديكال سيرجري ولا بالميديكال ثيرابي ولا لا. بعد كده ديتكتنج الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، العيان اللي عنده ذبحه صدريه حاده، ذبحه اللي احنا ايه ذبحه قلبيه. ايفالويتنج الفاليابيليتي اوف ديسفانكشنال مايوكارديوم، لو انا عندي جزء في عضله القلب مش شغال فانا هشوفه هل هو فايبل عايش الانسجه بتاعته عايشه ولا ميته. استراتيفاينج الريسك اوف مايوكارديال ايفنت، هبتدي اشوف هل العضله دي عندها استعداد ان هو الدم هينقطع عنها فتموت ولا لا. ايفالويتنج الفنتريكولار فانكشن، هحدد بيها وظيفه البطين. ديترماين بروجنوزس افتر مايوكارديال انفاركشن، طب لو حصل جلطه في عضله القلب وانا عايزه اشوف البروجنوزس بتاعها بعد العلاج، العضله دي هتتحسن بالعلاج وهترجع ولا مش هترجع، اعمل المسح الذري. يبقى دول الانديكيشن بتاع الكاردياك ساينجرافي. المايوكارديال برفيوجن ايمجينج تريسر، التريسر اللي انا هستخدمه الساليوم 201، الادفانسد بتاعته ايه؟ مينيمال ابتيك باي ابدومينال اورجان، الابدومينال اورجانز مش هتاخده بدرجه عاليه زي المايوكارديوم.
الريديستريبيوشن بريميتنج ديفرنشيشن اوف مايوكارديال اسكيميا فروم سكار، اعاده التوزيع بتاعه هيبتدي يفرق لي بين العضله دي الدم مش واصل لها كويس ولا العضله دي ماتت وبقت عامله سكار. النوع الثاني اللي عندي التكنيشيم 99 ام اسيست ميباي، الادفانتج بتاعه ايه؟ 140 كيلو فولت ايميشن از ايديال سويتد فور جاما كاميرا. يعني ايه؟ يعني هو الكيلو فولت اللي هيخرج منه مناسب للجاما كاميرا. ليس اتنويتد باي سوفت تيشو، يعني ايه؟ الخلايا الاجسام الرخوه الانسجه الرخوه بتبتدي تمتص بطريقه احسن. الشورت هاف لايف بيرميتنج هاي دوز ادمنستريتد ويز هاي كاونت ستاتستيكال الونج الاي سي جي جيتنج. الشورت هاف لايف بتاعته بتخلينا نقدر نستخدمه واحنا بمساعده جهاز رسم القلب، وان انا اعمل تقييم لوظيفه القلب بيه. جنريتور بروديوسر بقدر اعمله فين؟ في اي مفاعل معايا. نو من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في تصنيع بعد كده عندنا اللنج ساينتوجرافي، لسه بيستخدم لو احنا عايزين نشوف كفاءة اللنج قد ايه. يعني عيان مثلا عنده فايبروزس واحنا عايزين نشوف قد ايه من كمية اللنج لسه متبقية سليمة. عيان هنعمله ترانسبلانت هنزرع له رئة، فلازم اعرف الكفاءة بتاعتي قد ايه. عيان عايز اشيل فص، فأي حاجة عايزة أحدد فيها كفاءة الرئة بستخدم اللونج ساينتوجرافي. اللونج ساينتوجرافي عندي أول حاجة الفنتيليشن بيرفيوجن سكان. إيه هو الفنتيليشن بيرفيوجن سكان ده؟ ده فيسيولوجيكال ماب، خريطة فيسيولوجية evaluated the segmental برونكو alveolar tree، بقيم بيها كل جزء من الحويصلات والشعب الهوائية. ودي الفنتيليشن اند البالمونري فاسكولار برفيوجن. يبقى انا عايزه اشوف يعني ايه فنتيليشن برفيوجن بالعربي كده. فنتيليشن دي حاجه خاصه بالشعب الهوائيه والحويصلات الايه الهوائيه. البرفيوجن دي حاجه خاصه بالاوعيه الدمويه اللي داخله وخارجه من اللنج اللي احنا مسميها بالمونري فاسكولار برفيوجن. يبقى دي عشان ارسم خريطه فسيولوجيه فيسيولوجيكال ماب تو ايفالويتد السيجمنتال برونكو الفيولار تري اند الفنتيليشن اند البالمونري فاسكولار برفيوجن. الانديكيشن بتاعتي اول حاجه سسبكتد ايه لانج امبوليزم، لو انا شاكك ان في عندي امبوليزم جلطه سده الشريان الرئوي فبعملها. مونيتور البالمونري فانكشن اوف ذا لانج ترانسبلانت علشان اشوف الوظيفه بتاعه اللانج لو انا هعمل زرع رئه. بروفايد البري اوبرتيف استيميتد اوف لانج فانكشن ان كانسر لانج بريور تو نيومونكتومي، عايزه اشوف كفاءة اللنج قد ايه قبل ما اعمل عملية عشان اشيل كانسر واخد لوب من الـ من الـ من اللنج. اسس الرايت تو ليفت شانت، احنا عندنا في الدورة الدموية في حاجة اسمها رايت تو ليفت وفي حاجة اسمها ليفت تو رايت. يعني ايه رايت تو ليفت؟ ان الدم يبقى ماشي من الجزء اليمين للجزء الشمال، ودي حاجة بتبقى موجودة في الاطفال. طب بتستمر بعد الاطفال ما يتولدوا؟ لو استمرت بعد الاطفال ما يتولدوا بقى في عندي مشكلة، ان بقى في ثقب في الاذين او البطين بيسمح بمرور الدم في الاتجاهين، فهذا هيأثر على كفاءة الرئة. قبل ما اعمل الفحص بتاع اللونج ساينتوجرافي ده لازم اعمل بلين اكس راي عشان اشوف الليجن بتاعتي موجودة فين، اللونج اخبارها ايه، فيها فايبروزس، في بلورال افيوجن، في اي باثولوجي. ام سي اي الستريس تيستنج ده حاجه من الاثنين، لا اما اكسرسايز لا اما فارماكولوجيكال. يعني ايه اكسرسايز؟ يعني اخلي العيان يجري في مكانه وانا حاطط له الليد بتاع الاي سي جي عشان ابتدي اقول ضربات القلب هتعلى امتى، وهل في تغيير في ضربات القلب مع المجهود والمسح الذري ولا لا. الفارماسيوتيكال لا، انا عيان ما عنديش حاجه اخليه يجري عليها زي تراك او مش هيقدر، فهديله ماده تزود ضربات القلب اللي هي الادينوسين او الداي بريدامول، او ان انا اديله فازو دايليتر موسع للايه للاوعيه الدمويه. وده كونتر اندريكيتد ان انا ادي الفازو دايليتر ده في حالات الناس اللي عندها برونكيال ازمة. التكنيك بتاع اللي هو الاسبكت ان البيشنت نايم على الترابيزة حقنته، وبعدين اخلي ايده الشمال
مرفوعه فوق مستوى الراس، ويفضل ان ايديه الاتنين تكون مرفوعه فوق دماغه. الديتكتور سواء سنجل او ديوال بيتحرك من الليفت بتاع البيشنت للرايت بزاويه 180 درجه علشان اخد اصور القلب من كل الزوايا، وبعد كده اما اخلص ابتدي اعمل ريكونستراكتد ايمج بالكمبريه الارضيه. البرفيجن لونج سكان الكونسبت بتاعنا الاساس بتاعنا ايه؟ ان البارتكل لارجر ذان ذا بالمونري كابيلاريز اكتر من 8 يو فيو. وكده المحاضره تبقى خلصت، وبالتوفيق ان شاء الله.